للمزيد من المتابعه مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد. ارحب بك سيد ماجد بدايه على شاشه اكسترا نيوز. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. إذا المشروعات القومية في مصر هي تجربة كبرى، نستطيع أن نقول بأنها وضعت نقطة النهاية لكل الحلول المؤقتة قصيرة المدى إذا استطعنا القول. إلى أي مدى تستطيع تعتقد سيد ماجد أن هذه المشروعات القومية بإمكانها أن تنهي بالفعل كل المشاكل لمصر في كل المجالات؟ اسمح لي أستاذتي العزيزة أن أبدأ بأن أشير إلى كم الإنجازات التي تمت في فترة زمنية وجيزة، بمعنى أننا على مدار سنوات وعقود طويلة لم تكن هناك ولا ما يقرب من 10% من هذه الإنجازات. نرى إنجازات في البنية التحتية، كلنا نلمس ما حدث من تطور هائل في شبكة الطرق والكباري والأنفاق. هذا ليس بالضرورة لنقل المواطنين بين المدن فقط، ولكن أيضا لجذب مزيد من الاستثمارات سواء كانت استثمارات عربية أو أجنبية. أيضا إنشاء المدن الصناعية والموانئ والأماكن اللوجستية، هذا يؤدي إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين على أراضي في مختلف الأنشطة. أيضا ما تم تعديله من تشريعات وقوانين وتعديلات في هذه التشريعات ل سرعة البث في الإجراءات لحصول المستثمر على التراخيص والإجراءات اللازمة، أيضا تبسيط هذه الإجراءات وتيسير التكلفة. أيضا ما نلمسه أيضا من مشروعات الطاقة في مختلف أنواع الطاقة سواء كانت الطاقة الكهربائية أو الطاقة المتعلقة بمفاعل الضبعة وما سينتج عنه من توليد طاقة كثيرة جدا يمكن أن نصدرها إلى دول مجاورة. أيضا ما يتعلق بالصناعة، الصناعة في مصر كانت تعاني فترة زمن طويل جدا من الإهمال. نلمس الآن مصانع جديدة واستثمارات ليست فقط محلية وإنما استثمارات عربية من الدول العربية الشقيقة المحيطة، وأيضا استثمارات أجنبية أتت إلى مصر. وإذا نظرنا بدون ذكر أسماء إلى بعض الماركات العالمية المشهورة جدا في صناعة السيارات، لماذا أتت إلى مصر؟ لماذا أتت إلى مصر؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول هو الاستقرار السياسي والأمني. السبب الثاني هو تهيئة البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار لهذه الاستثمارات. السبب الثالث وجود الكفاءات والأيدي العاملة التي تتميز بالرخص نسبيا مقارنة بتكلفة الأيدي العاملة في هذه الدول الأم. أيضا ما يتعلق بالزراعة واهتمام الدولة بالزراعة ومشروع المليون ونصف فدان وإعطاء مساحات للشباب لكي يقوموا بزراعها واستصلاحها. لا شك. نعم إذا أستاذ ماجد، مصر شهدت نهضة ومشروعات قومية في كل المجالات، واللافت هنا أنه كل هذه المشروعات القومية تمت خلال فترة زمنية قصيرة. السؤال الآن هو كيف أعادت هذه المشروعات القومية لمصر هيبتها وسياستها ومكانتها في السياسة الخارجية؟ شهادتي أنا قد تكون مجروحة سيدتي الفاضلة، ولكن دعينا نلجأ إلى شهادات الدول المحايدة والهيئات التي تقوم بتقييم معدلات النمو في الاقتصاد في الدول الأخرى، هيئات محايدة ليس لها مصلحة، الهدف منها هو أنها تضع كل دولة في مكانها الصحيح. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد على كل هذه المعلومات.